موريس كارتر. كارتر يحاول الدخول بشكل مباشر، يدخل 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 ويسجل، يدخل ويسجل، يسجل الامريكي موريس. سلة جديدة، خالد الدرسي يسلم الكرة إلى صانع الألعاب موريس كارتر. خالد الآن، وجدي عمران إلى خالد، يا سلام التمريرة، وجيمس جيمس جيمس يسجل يسجل. الأسيست كان رائع، والتسرب كان أروع من خالد الدرسي في الجهة اليمنى، والتمريرة كانت رائعة جدا. مروان جبارة، جبارة عملية الدوران ممتازة والاسيست، ولكن يتفطن وجدي عمران لهذه الكرة، ينقلها الآن إلى موريس، موريس موريس يمرر، وريان إلى خالد الدرسي، يصوب ويسجل يسجل. ماذا أقول وبماذا أعبر؟ خالد الدرسي يتعلق في لعبة ثلاثية ورمية ثلاثية رائعة، هو أمير الرمية الثلاثية اللاعب خالد الدرسي، الثالثة لخالد في هذه المباراة. موريس المتبقي على الهجمة 8 ثواني عن خالد الدرسي، خالد يسلم الكرة لأسيست والأروع، والدنك رائع 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 جدا من جيمس تايلر، أسيست ودنك، لعبة رائعة بين الثنائي خالد الدرسي والأمريكي جيمس تايلر. شوفوا لقطة الإعادة، الدخول كان رائع جدا والأسيست ممتاز من خالد الدرسي، والدنك كان ولا اروع عن طريق اللاعب جيمس تايلر. يضيع ايضا الرميه الحره الثانيه، ومروان جباره يلتقط الكره في دبل تيم كان على مروان جباره، ويخطف الكره موريس، موريس يتقدم يتلاعب، يسجل موريس كارتر. لقطه فنيه رائعه من هذا الامريكي موريس كارتر.